دلوقتي بقى ممكن نعمل مع بعض وصفه كده لطيفه من الوصفات السهله، حاجه كده سريعه حلوه، حاجات الغربيه شويه، الاسفه الشرقيه، هي صوابع زينب. تعالوا بقى نعمل صوابع زينب. يا ترى جت منين بقى تسميه صوابع زينب؟ هي قصه كان الظاهر بيبرز راجع من الحرب ومنتصر على المغول، وطلب ان الطباخين يعملوا حلوى، واتفاجئوا ساعتها ان في حلوى اتقدمت اسمها صوابع زينب. ايه صوابع زينب دي؟ بعد ما عجبته جدا دخل المطبخ سال الطباخ، ما كانش اسمها صوابع زينب في الوقت ده اصلا، قال له ايه ده؟ ايه الحلوى دي؟ عباره عن ايه يعني؟ الطباخ ارتبك لانه كان خايف يقول له مش حسن يكون مش عاجباه يقتله ولا حاجه. فقال له ده صوابع زينب اللي معلمه عليها. فمن ساعتها سمعنا اسم او مسمى صوابع زينب. إذن الطاهيه اللي طاهتها هي كانت اسمها زينب. طيب تعالوا بقى ناخد كده ايه المقادير، مقاديرها بسيطه وسهله جدا. انا بسخن زيت هنا عشان ابدا احمر مع حضراتكم، يلا بينا. بسم الله. عندي صوابع زينب، كوبايه دقيق، كوبايه سميد ناعم، نص كوبايه سمنه، شويه جوز هند بس. طبعا هنحل بشويه ميه صغيرين علشان السميد بيحتاج نسبه ميه عشان تتفتح الحبات بتاعته. فايه انا طبعا عايزه، المفروض كنت ادوب الايه، ادوب ال يعني شويه السمن دول يدوبوا كده شويه هنا عشان ايه الدنيا تبقى جميله. صح كده، مسحه حلوه ممتاز. اوكي وتعالوا بقى ناخد كده، اخد معلقه من هنا، هسيح شويه السمن دول هنا لان السميد بيحتاج حبات تتفتح. حطيت هنا الاول السميد، بسم الله، كوبايه، وعندي الدقيق كوبايه، ممكن احط شويه جوز هند، معلقه او اتنين، تدي طعم كده. ولو عايزين تنعموه اكتر في الطحانه يبقى احلى، ما يبانش بس يدي طعم، بناكلها بتبقى مرمله شويه. حاضر، وناخد شويه السمن تعالوا بقى نقلب الخليط ده شويه كده مع الايه، مع السمن الدافي. بسم الله ونشوف. بسم الله. انا معاكم اهو بين ايه، خلي جنبي بس شويه دقيق لو احتجتهم. نقلب كويس، خليني اشوف كده مع حضراتكم بالسباتولا. بسم الله الرحمن الرحيم، بننزل كده اللي حوالين الايه، الحواف. طبعا اول ما بيتقلب تاني هتلاقوا السميد، بصوا بيتشرب على طول، لو حتى هي فيها لسه هيتشربها مش هيسكت، كل ما تتفتح حباته ده الاحسن عشان تقدر تتشرب الشربات اللي هنعمله. بسم الله. طبعا الشربات بتاعها عايزين ننزل مقاديره، هتبقى كوبايتين سكر لكوبايه ميه، وعصره نص ليمونه، ورشه فانيليا. هنزل ممكن من هنا شوية مية دافية. ننزل الحواف تاني، بسم الله كده،
زي ما حضراتكم شايفين كده. تاني هاخد بولة بقى اطلع فيها. هوريكوا حالا. حبه صغيرين كده اهي، المفروض اسيبها ترتاح شويه. شايفين لازم ترتاح العجينه دي، اول ما بترتاح الدنيا بتختلف تماما معاها. اهي تبقى عجينه متماسكه وجميله. عايزه اوري بس حضراتكم فكره التشكيل بتاعها. فكره التشكيل بتاعها سهله جدا وجميله. طبعا انا بحس انها ناشفه دلوقتي، ممكن تحتاج كمان شويه ميه خلوا بالكم، بس انا بوري حضراتكم يعني التشكيل بتاعها. لازم يبقى ازود لها بس نقطتين ميه كمان، نقطتين ميه كده اهو. شايفين الحبات كل ما تتفتح كل ما تفتح لونها، شايفين اهي. انا حالا انا مجهزه شويه، المفروض ان احنا بنشكلهم، هوريكم بس حضراتكم واحده منهم بس كده في التشكيل معانا. علشان لو ما اتفتحتش حبات السميد مش هتشرب الشربات، هتلاقوها ناشفة محصونة من جوه وناشفة. هاخد كده حتة، انما المفروض هي ترتاح يعني. المفروض اخد كده مثلا لو عندي مبشرة، اني امسحها كويس. ده جنب وده جنب، تقدروا تعملوها على اللي ورا او على اللي قدام عادي يعني. ممكن ناخد كده واحدة، هي بتبقى كورة بنفردها كده وبعدين الفها. اهي لازم ترتاح وتاخد الشكل ده اللي قدام حضراتكم. هوريكوا بقى هنا عاملين كام واحده اهي. بصوا شكلها، شوف كده الزيت، يا رب تبقى مظبوطه. لازم تبقى فيها الفراغ اللي من ورا ده اهي. حبه كده وصحة وهنا على قلب حضرتك. عايزين تعملوها طويلة شوية وصغيرة شوية اللي انتوا عايزينه. طبعا لازم تنزل في الشربات بعدها، انا بس بوري حضراتكم الخطوات. الشربات ممكن يقعد عندكم في التلاجة كتير على فكرة، ما يجرالوش اي حاجة، تقدروا تحتفظوا بيه لفترة طويلة. انا بنزلها كده بشكلها على سميد بسبوسة، عشان مش على دقيق، عشان الدقيق هتشربه فلازم يبقى على السميد، سميد بسبوسة عشان يفضل محافظ على قوامها، وبحطها في التلاجة تتماسك شوية قبل التحمير. وبعدين هتطلع هتشوفوها بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي، مخرجنا هيستعرضه. تاخد اللون بس الذهبي الحلو ده، وبعد كده تقدموها صحة وهنا على قلب حضراتكم. تسلم ايديكم، شكرا ليكم، شكرا جزيلا. يبقى النهاردة عملنا ايه؟ عملنا البيكاتا بصوص لطيف، تكنيك بتاعها ان شاء الله يا رب ينول اعجاب حضراتكم وتستمتعوا بيه. وعملنا لازم الزيت يكون غزير، غطسانة تكون فيه وش وتحت وفوق وكله. عملنا البيكاتا، عملنا خضار سوتيه على البخار النهاردة، ما عملناش فيه مية ولا مسلوق ولا اي حاجة. حطينا مجموعة خضروات جميلة، عملنا صوص حلو قوي للبيكاتا. الصوص ده استخدمناه في اكتر من حاجة، عملنا الماش بوتيتو بطريقة جميلة، وخدنا من الصوص ده ضفنا له شوية خضار وبسلة وجزر بوصات كده وحطيناهم معاها، وبدأنا نقدمه مع الماش بوتيتو مع خضار السوتيه. وقدمنا الشرايح اللحمة البيكاتا، سويناها بطريقة جميلة ولطيفة، وقلنا ما بنحطش الكريمة الا في الاخر بعد ما بنحط المرق ونسويها شوية وتبدأ تدخل في التسوية، نضيف الكريمة تتطعم بيها في الاخر.
اتمنى يا رب ان احنا نكون يعني ايه عملنا وصفات تنول اعجاب حضراتكم. دلوقتي بنعمل صوابع زينب والحمد لله، وصفه بسيطه وسهله تقدروا تعملوها في البيت. اهم حاجه السميد زي ما قلت لكم، السمنه تبقى مذابه، السميد حباته لازم تتفتح، فلازم انا بدفي السمنه عشان اساعد السميد انه يتفتح حباته شويه. عندكم بقى طولة بال تقدروا تسيبوه شويه وبعدين ترجعوا له ثاني، بنديله شويه ميه بسيطه لحد بصوا اما بيقعد يبدا ينشف لانها بتشرب السوائل كلها. هروح مديها شويه سوائل تانية عشان تبقى العجينه معايا مش جافه، تبقى فيها طراوه، وده الاهم.